سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها 1 جنيه للإنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي. سيولد هذا المشروع دخل حقيقي للدولة المصرية من خلال مشاركتها في المشروع وعوائد الضرائب السيادية 1 تريليون جنيه. سيولد هذا المشروع للدولة المصرية من خلال الضرائب السيادية المباشرة وعوائد المشروع، حصة الدولة في عوائد المشروع 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار. وعليه فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى ما يقرب 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8 من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة. بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرص عمل واحدة يقوم بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية. وإذ نود أن نتوجه بالشكر للقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعها لهذا الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري. شكرا جزيلا.